حلقة جديدة من برنامج الأهلي دايت. ممارسة الرياضة شيء أساسي ومهم في حياتنا كلنا. في ألف حجة وحجة ممكن نقولها عشان نتهرب من ممارسة الرياضة، زي مثلا السن، ولكن ده عمره ما كان عائق ولا سبب يخلينا نمنع الرياضة. وهيكون معانا في حلقة النهاردة نموذج لكابتن أثبتت إن الرياضة مش مرتبطة بالسن. خليكوا معانا في الأهلي دايت. بلعب في النادي الأهلي ألعاب قوة من وأنا عندي 14 سنة، وده السن اللي هو مناسب لألعاب القوة. حققت بطولات كتير مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، ومثلت مصر عربياً وإفريقياً، وأخيراً رئيس بيا الحال، لأن أنت عارف طبعاً أن ألعاب القوة كلها فتنس وكلها بتعتمد على اللياقة. فأنا حبيت الحقيقة أن أنا أكمل مسيرتي في الجيم، لأن هو الفتنس هو أساس الجيم. طبعاً بالنسبة للجيم حضرتك بتنفذ فيه خمس عناصر لياقة، بيبقى عبارة عن بتدي عناصر اللياقة الخمسة في الجيم من قوة وسرعة وتحمل ومرونة ورشاقة. أنا فضلت أن أنا أدرب الأيروبكس. أيروبكس مدينة نصر يختلف يمكن عن الباقي، لأن كله خبرة وناس كلها متخصصة. بالنسبة للأيروبكس اللي أنا فضلته، بتنفذ فيه عناصر اللياقة. عناصر اللياقة دي أنت بتديها لمختلف أجسام، طويل، في ناس بتيجي الجيم عايزة تخسس، في ناس عايزة تتخن شوية، في ناس عايزة تبقى يعني تحافظ على الصحة، في ناس بتبقى عايزة تكتسب اللياقة والجسم المثالي. بالنسبة للأيروبكس هو بيضم عناصر كلها اللي دلوقتي بيندمج تحتيها الزومبا، الزومبا والستيبس واليوجا، كل ده بيندرج تحت مسمى الأيروبكس، لأن أنت في الأيروبكس بتنفذ كل عناصر اللياقة المطلوبة لأن أنت تحسن من الساعة الرئوية ومن جسم اللي بيتدرب. طبعاً بالنسبة للرياضة إحنا عايزين، يعني بالأمانة إحنا هنا بنعمل على أن الناس تكتسب الصحة واللياقة. أحياناً بنسأل ناس تعالي العبي رياضة، فبتقول هو أنا فيها الصحة عشان ألعب رياضة؟ لا، إحنا عايزين نغير المفاهيم دي، وهو ده اللي إحنا بنقوم عليه في جيم مدينة نصر، إن أنت الرياضة هي اللي هتديك الصحة، مش إن أنت يبقى عندك صحة عشان تلعبي رياضة. الرياضة هي الصحة، الرياضة بتخليكي أكتف، بتخليكي تشتغلي كويس، بتخليكي في البيت مع أولادك عندك صحة إن أنت تذاكري وتجري وتلعبي وتتنططي. الرياضة بتديكي عمر أصغر من عمرك. الحقيقة أهمية الرياضة أهمية قصوى لا تعد ولا تحصى. بالنسبة للأيروبكس، أنا بدي طبعاً يعني بتدي لياقة لكل الناس، بتدي تمارين بسيطة، بعد التمارين البسيطة بتدخل في التمارين الأقوى. طبعاً أنت ممكن في التمارين دي حسب عمر اللي بيتدرب وحسب مستواه اللياقي، إن أنا ممكن أزود فتنس، أزود في كثافة التمرين، أزود في صعوبة التمرين أو أقلل من صعوبة التمرين. دي بتبقى على حسب اللي بيلعب قدامك، هو صغير، هو مليان، هو طويل، هو عايز إيه بالظبط. بنستعمل فيه ويت، طبعاً الويت ده برضو أوزانه بتختلف من شخص لآخر. في ناس بتمسك الويت الكيلو، الاتنين كيلو، أعتقد السيدة ما بيمسكوش أكتر من كده، وده طبعاً للناس اللي هي حابة تبني عضلات مع التخسيس. شغلي طبعا مرهق وبيعرضني لضغط شديد، وكان في فترة ما يعني كنت بتعرض لضغط الشغل وكنت حاسة ان انا في استرس،
ولما ابتديت انتظم في الرياضه هنا في النادي واجي كلاسات بتاعتي فعلا لقيت ان بتديني انرجي عالي جدا وبتضيع الاسترس اللي انا بقابله في الشغل. وبرده هنا لقيت اسره جميله، المجموعه بتاعتنا في الجيم بنعتبر اسره، بنقعد وبنتكلم وبنناقش حياتنا وبنناقش مشاكلنا. لقيت حياة جديدة، بالفعل لقيت حياة جديدة هنا في جيم النادي الأهلي. وأنا أحب أشكر وكل زميلاتي أحب يشكروا مجلس الإدارة اللي مهتم بالرياضات ومهتم بحاجة جميلة بالنسبة لنا كعضوات في النادي الأهلي. إحنا بادئين من زمان في النادي الأهلي من 2011 تقريبا بالنسبة لي، يعني الكلاس فرق معايا جدا، جيم وإيروبكس الاثنين مع بعض. كان وزني اكتر من كده بكتير مع انتظامي مع في التدريبات وكده مع النظام طبعا الاكل، لا فرقت كتير، فرق نفسيا كمان، اداني ثقه بالنفس اكتر. وكمان الكباتن واللعب مع بعض بيديني انرجي كده جميله قوي وطاقه ايجابيه حلوه قوي قوي. بلعب رياضه في الاهلي من 16 سنه، وطبعا الرياضه حاجه مختلفه وحاجه جميله جدا، يعني بتغير حياتنا وبتغير روحنا ونظرتنا حتى للحياه، بالذات كست، يعني بالذات انا ربة بيت وقاعده في البيت، الرياضه بتجدد الطاقه، بتجدد روحك، بتخليك فريش اكتر واحسن في التعامل سواء الخارجي سواء الداخلي في الاسره او مع اولادك، فالرياضه بتفرق قوي قوي قوي. الكلاس اولا بيبقى حلو قوي، بيفيد الجسم طبعا رياضيا، الرياضه ده اهم شيء في الحياه، بتدي نشاط، بتدي راحه نفسيه، بيبقى الواحد عنده ضغوط كتير بيجي رياضه عشان بيحس ان هو في حاله تانية خالص غير الضغوط. طبعا السيدات لما بتوصل لسن معين بتكون معرضة لهشاشة عظام، بتكون معرضة لأي أمراض. ممارسة الرياضة عموما فعلا بتبقى بتعمل بريفنتيشن، يعني بتمنع مرض أمراض كتير منها أمراض العظام، حاجات كتيرة، إلى جانب إن هي بترفع الحالة المعنوية والنفسية جدا، وبتحسس الواحد إن هو رجع شباب تاني ورجع صغير تاني. الحقيقة هو الكلاس كانت دايما بتفيد في موضوع تخريج الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، وبيفيد في شبل الجسم وبيفيد في تقوية العضلات، خصوصا إن الستات بتمر بمراحل عمرية مختلفة جدا، وده بيفرق معانا، بيفرق قوي قوي قوي. الرياضة بتقوي العظم وبتقوي العضلات في المراحل المختلفة اللي بتمر بيها المرأة عموما. يعني احنا بنحس إن احنا يعني احنا من زمان مع بعض، جروبز مع بعض، يعني أصحاب وأخوات، وكان يعني عاملين زي فاميلي كده، مش مجرد أصحاب أو بنيجي نلعب أو كده بس، لا إحنا بنلعب مع بعض، حابين الموضوع. وياريت أنا بقول يعني لأي حد حابب إن هو يبدأ من أول دلوقتي، لأن الرياضة والتمرينات بتفرق جامد جدا نفسيا كمان أكتر. من المعروف جدا ان في بعض الحقائق العلميه اللي بتحصل للسيدات فوق سن ال 40 سنه، فمعروف طبعا ان نسبه 14% من الهرمونات الانثويه خاصه هرمون الاستروجين ده بيقل عند 35 سنه، وبيبدا يتزايد بنسبه 1.5% من كل سنه، حتى ان هو بيوصل مثلا من 45 ل 52 سنه بيتوقف تماما هرمون الاستروجين. طبعا التغير الهرموني ده بيحصل عنه تغير فيسيولوجي وتغير سايكولوجي. تغيرات فيسيولوجيه زي مثلا ان نسبه الهشاشه بتاعه العظام بتزيد، كثافه العظم نفسه بتقل، ان عندنا قوه العضلات بتقل، مرونه الجسم بتقل، عندنا الجلد بيبدا ينشف، عندنا الشعر بيبدا يتساقط. كل التغيرات دي بتنتج نتيجه قله افراز هرمون الاستروجين اللي بيحصل فوق ال 45 سنه اللي مع توقف البريود. عشان كده ممارسه الرياضه والتغذيه لها عامل كبير جدا علشان السيدات تحافظ وتمر بالمرحله دي من غير ما يحصل لها اي دروبات في حياتها.
في بعض التغيرات السيكولوجية اللي بتحصل زي الاكتئاب، زي عدم الثقة في النفس، زي الرغبة في العزلة، زي التوتر المستمر. فعشان كده ان الرياضة، ممارسة الرياضة من الأشياء المهمة جدا اللي بنعالج منها المشاكل دي كلها. أنا هتكلم الأول بالنسبة للأيروبكس. الأيروبكس ده مهم جدا في حياة الإنسان، فهو يعني من بيدي بشكل جديد خالص من التمرينات الرياضية، بيدي قوة في المرونة، قوة في الجسم، ومرونة في الحركة، وهو مهم جدا. يعني أنا دايما بقول للجروبات بتاعتي إن احنا لازم نبتدي يومنا بالرياضة. الرياضة دي شيء أساسي، وأكتر حاجة رياضة الأيروبكس دي يعني حاجة مهمة قوي، بتدي للإنسان طاقة وباور، وبتخليه المود بتاعه دايما بيبقى كويس. يعني بيقدر أي موقف بيقابله في حياته بتعلمه إزاي يبقى عنده قوة تحمل، لأن هي الرياضة يعني قوة تحمل. أنا بالنسبة لي بعمل كلاسات في الأسبوع، حوالي 3 كلاسات أو 4. بحب أنوع، وبعدين أنا ما عنديش يعني ما بقولش دايما ان سن معين يلعب، لا، بدخل الصاله بتاعتي الاستوديو ان اي اعمار بتلعب معايا، بس المهم الترينر هو بيبقى عارف ازاي يبقى واخد باله كويس قوي وعينه على كل كلاينتس بيلعب في الكلاس. يعني انا ببقى مثلا اي حد عضو بيجي جديد عندي بحب اتكلم معاه، بشوفه الاول ايه المشاكل اللي هو فيه، اذا كانت مشاكل صحيه بيهمني اعرف هو بيعاني من ايه، عشان يعني اقول لها تيك كير وانتي بتلعبي، لان احنا كتير بنعمل مثلا ليفل عالي قوي فبيبقى فيه جامب كتير، فبقول لها يعني ستوب لما بيكون فيه جامب، لازم انتي تيك كير ما تعمليش حاجه فيها. لو هي بتشتكي من الركبه، مشاكل في الظهر، في الانكل، فهي بيبقى ليها معامله خاصه، بقول لها لا العبي. انا ما بحبش اوقف حد عن الرياضه، الرياضه ملهاش سن، الرياضه في اي وقت. احنا ما عندناش نوتريشن في الموضوع دوت، لكن انا دايما بحب اقول لها التزمي. لو هي عايزه تعمل مثلا عندها مثلا اوفر ويت، فبقول لها حابه ان انت تلعبي وتعملي دايت، اتجهي الى الدكتور الدايت عشان يمشي معايا، لان الرياضه من غير دايت ما بتنفعش، الاثنين هرم، لازم الاثنين بيكملوا بعض عشان تعمل ريشيبينج كويس للجسم. ففي ناس بتبقى عندها اراده مش محتاجه دكتور، وفي ناس بتبقى بتحب دايما بوش ان الدكتور يبقى معاها وبيتابعها كل اسبوع، وده حاجه حلوه قوي ان دايما بيبقى معاكي حد في توعيه، فدي حاجه كويسه. الرياضة عامة مهمة جدا جدا، يعني أولا بتخلي المود حلو قوي لأي ست، لازم الستات ينزلوا يلعبوا رياضة، بتغير المود جدا جدا، بتحافظ على صحتهم، تزود الكالسيوم بعد السن معين، يعني بعد مش هنقول بعد سن الـ40، هو من أول يوم لازم البنات الصغيرين يلعبوا رياضة، ولادنا الصغيرين، بناتنا في الجامعة ينزلوا يلعبوا رياضة. الستات بقى ربات البيوت مهمة قوي قوي لهم الرياضة، أولاً بيبقى ليهم ساعة كده لنفسهم، يعني اهتمام بنفسك، اهتم بنفسك، بجمالك، برشاقتك، بصحتك قبل أي كل ده. الصحة أهم حاجة، الرياضة بتدي صحة جامدة جداً جداً للست. طبعاً الجيم مهم جداً للسيدات، بيحافظ على الكالسيوم في الجسم، إحنا الستات بالذات عشان حمل وولادة بتسحب نسبة كالسيوم من جسمنا، فالجيم بيساعد على لياقة نشاط، بيساعد إن إحنا نقدر نعمل مجهود أكتر مع الولاد. يعني اللي ما بتلعبش رياضة غير اللي بتلعب رياضة، اللي بتلعب رياضة تقدر تدي اكتر، تلعبش رياضه لا ما كنت بيبقى على قدها. انا قبل ما العب رياضه ما كنتش بقدر اعمل اللي بعمله دلوقتي خالص، يعني بروح وتمارين ولاد، غير ان انا لازم ليا وقتي انا في اليوم بخصصه لنفسي، بعمل فيه حاجه لنفسي بقدر اكمل واواصل يومي بيها. انا طبيعه اكلي يعني هيلسي، انا مش من النوع اللي بياكل وبيلخبط ويعك ويرجع كذا، لا، انا من اول يوم وانا بهتم قوي بالاكل الصحي. الفات تكون قليله قوي، اهم حاجه تزودي الميه في يومك، في جدول اعمالك كده اليومي، الميه ثم الميه ثم الميه. طبعا الفيجيتابلز والفروتس دي اساسي
في جدولك اليومي؟ انا بحب الرياضه، انا حبيت الرياضه من وانا في ثانويه عامه. انا دلوقتي مامي معايا 3 اولاد يعني، فطبعا وده اللي انا بزرعه في اولادي انكم الرياضه لازم تحافظوا عليها. بلعبهم من هم سنهم صغير الرياضه لانها مهمه، هي اسلوب حياه، تربيه مع دورنا احنا كالامهات. الرياضه بتساعد على التربيه. انا بجد يوم الكلاس يعني اليوم اللي فيه كلاس عندي رياضه ده بقى مختلف عن اي يوم تاني، بحس فيه بالسعاده غير اي يوم تاني. اليوم اللي ما بيبقاش فيه رياضه بالنسبه لي بيعدي يوم عادي، لكن اليوم اللي بيبقى فيه رياضه، وحقيقي لو كل واحد لعب رياضه هيحس الفرق اللي انا بقوله. اليوم اللي فيه رياضه عن اليوم اللي ما فيهوش رياضه، اليوم اللي فيه رياضه ده بيبقى يوم نشاط، تعملي بتقدري تنجزي اعمال كتيره خلال اليوم برغم ان انت عامله مجهود، ده بيحفزك وبيديكي طاقه وبيديكي شعور بالسعاده غير عادي. معامل السن طول فيه منحنى طبيعي للسن بيحصل، ان انت في التغذيه طول ما انت صغير في السن متطلباتك في التغذيه بتزيد، تطلع تبقى لحد ما توصل لمرحله الشباب، فمرحله النمو عندك بتثبت. بعد كده بيبدا يحصل منحنى عكسي للناس اللي فوق ال 45 سنه او فوق ال 50 سنه، فعشان كده احتياجاتهم من البروتين بتقل، احتياجاتهم من الدهون بتقل، احتماتهم من الطاقه عامه بتقل. فعشان كده لازم ان احنا نتبع بعض الاغذيه اللي مليئه بالفيتامينز، اللي مليئه بالالياف، اللي فيها فيتامينز كتير، فيها املاح معدنيه كتير، ونبعد تماما عن الادويه او عن الوجبات اللي فيها كارب كتير، اللي فيها نشويات كتير، اللي فيها طاقه سعراتها كتير جدا. فعشان كده لازم ان احنا نقل نقطه جدا بكل الحاجات اللي فيها سعرات حراريه عاليه. فلازم ان احنا نمارس رياضه، لازم ان احنا نهدى شويه في حته الاكل الكتير، لازم نقلل معدل البروتين في الاكل، لازم نقلل معدل الدهون في الاكل، لازم ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوقف السكريات تماما. لو قدرنا كده ان احنا ان شاء الله هنقدر نعدي مرحله ال 45 او 50 سنه دي بكل امان. زائد ان احنا لازم نفتكر تماما ان السن ده او العمر ما هو الا ارقام بتعدي. ففي ناس جدا تقول لك مرحله السن الياس، لا، لو في ناس كده جدا بتعدي بتمارس رياضه وبتظبط التغذيه بتعدي بالمرحله دي، وبالعكس بتعيش حياه افضل كانها مرحله الشباب بالظبط. الجيم بيستقبل اعضائه يوميا من 6 صباحا ل 12 مساء. يوم الجمعه بس بناخد فاصل لغايه صلاه الظهر، بنقوم صيانه شامله. بنستقبل يوميا 500-600 عضو، حوالي أعضاء سيدات ورجال وجميع الفئات. عايز أتكلم إن المجلس الموقر المحترم تفضل بقرارات عظيمة لصالح أعضاء الجمعية العمومية. مع بداية وجودنا المجلس ادانا 75% خصم في الاشتراكات لجميع أولد إيج كبار السن، وإداهم اهتمام خاص جدا. المجلس ادانا 5 أيام فري لأعضاء الجمعية العمومية في مئوية الأهلي. من القرارات الجميلة اللي خدمت الإدارة عندنا العقود الصيانة السنوية مع الشركات الأم الموردة للأجهزة أو الهيلث كلاب أو الأجهزة المعتمدة في التكييفات. كل ده أصبح صيانة شاملة سنوية بعقود، في زيارة دورية شهرية من الشركات لصيانة الأجهزة، في تسهيلات كتيرة جدا ممنوحة للسادة الأعضاء إن هم يترددوا علينا طول النهار. احنا بنخدم الاعضاء بكل الفئات، احنا بنغير الشفتات 4 مرات في اليوم عشان نواجه العدد الكبير، لان احنا الجيم الاوحد في الفرع على الكباسيتي العاليه. احنا عندنا شفت صباحي رجال، وبعدين بيدخل شفت سيدات، وبعدين شفت رجال، وبعدين شفت سيدات. كل ده عشان نخدم العضو، بنوفر له عوامل امان وسلامه، بنوفر له في التوقيت اللي هو موجود فيه فريق من العاملين المدربين المؤهلين اللي احنا منتقينهم باعلى مستوى. بيخضع المدرب لفتره تدريب قبل ما احنا بننتقيه. احنا الفرع تقريبا الجيم الاوحد اللي عندنا عدد كبير من اعضاء هيئه التدريس. اغلب طقم التيم وورك عندي حصل على الماستر، حصل على سيرتيفيكيت كتير متخصصه في التخصص. الحمد لله احنا بنوفر للاعضاء بجانب الخدمات المقدمة جوه الجيم، لو في أي مشكلة بتقابل العضو في إصابة، أي مشكلة بتواجه العضو في حياته اليومية، صحة نفسية، تغذية، بيحب يحط برنامج لنفسه، أي مشاكل بنواجهها بنحلها مباشرة.
عايزه اشكر واوجه تحيه خاصه للعميد محمد مرجان، لان هو ليه فضل كبير وداعم قوي لينا جدا في الاداره، بيدينا اوامر اداريه مباشره ان احنا نحترم العضو ونحترم طلباته وشكواه. بيجي لنا اوامر اداريه تقريبا اسبوعيه منه، الانضباط السلوكي وانضباط في الشغل واهم حاجه اليونيفورم والاي دي والالتزام بالوقت، وان احنا نهتم بالمشكله ونواجهها ونحل المشكله بالشغل. من ضمن المميزات والفكر الاداري الواعد ان احنا النهارده في تواصل مباشر مع المدير العام، اي مشكله في اي وقت هو مباشره بتجد عنده على مكتبه، بيرفع التليفون عملته ايه، واجهته ازاي، حليته المشكله ازاي. يعني الحمد لله في تواصل ما بيننا وبين الاداره مستمر عشان العضو يلاقي كل اللي هو عايزه، وفي تطوير واحلال كبير. عايزه اتكلم ان احنا 3 يونتس الجيم، واحنا زي ما احنا شايفين دخلنا اجهزه بورتابل كتير، وفي اجهزه ثانيه ثقيله انها جايه باذن الله، تريد ميلز وبنشات و و و، يعني بصراحه الاداره بتدعمنا كامله. بس هو في، احب اوجه النظر ان بيبقى في دوره مستنديه ورقيه هي اللي ممكن بتخلي الموضوع بياخد وقت شويه، لان احنا بنحب نمشي رسمي شويه زياده. اليونت الثاني هو الهيلث كلاب، برضه تم تجديد كامل وشامل لوحده الستيم، تم تجديد لوحده الساونا، عندنا وحده الجاكوزي تم صيانه كامله ليها، عندنا المساج في 2 دكاتره هم قائمين على المساج، حاصلين على درجه الماجستير في المساج في التدليك، واخصائي اصابات كمان. بالنسبه لليونت الاخير وهو قاعه الايروبكس، القاعه دي بتقدم 6 أو 7 كلاس في اليوم، ما بين كلاس زومبا، بيلي، سالسا، كيدز، وعندي كمان ايفنتات مهرجانات فور فري، عندي اكوا ايروبيك بيتعمل على البسين بصفه مستمره فور فري. بنعمل دايما تواصل مع الاعضاء في ان احنا نعمل مؤتمرات، بنتكلم عن النيوتريشن، بنتكلم عن الصحه النفسيه، بنتكلم عن البرامج، احنا دايما بنكون متواصلين ان العضو محتاج ايه بنقدمه له فور فري. يعني في تعليمات مشدده من الاداره ان العضو ياخد خدماته باقل الاسعار. عايزه اقول ان احنا اشتراكنا رمزي جدا، وطبعا مش هنقول ايه هو، لكن رمزي جدا جدا لا يقارن. ورغم ان اشتراكنا رمزي، احنا الحمد لله الايراد اعتقد ان هو ما شاء الله خيالي من واقع المستندات، احنا الايراد تضاعف جدا، وده دليل على ان احنا ماشيين على الطريق الصح. احنا ماشيين على الطريق الصح، لان انت لما العضو يجي لك في اليوم من 500 ل 600 عضو من 6 الصبح يبقى انت صح. النهارده لما الريت يبقى عالي وانت ايرادك وانت اشتراكك رمزي يبقى انت ماشي على الطريق الصح. احنا ماشيين بتوجيهات المدير العام محمد مرجان، لان كل يوم بيدينا تعليمات ان انت عضو الجمعيه العموميه هو رقم 1 ولازم يطلع مرضي. مجلس الاداره على طول معانا اب تو ديت، يعني حقيقه عايز اقول لحضرتك ان عضو مدينه نصر بيوصل بسرعه لعضو مجلس الاداره وبيتواصل معاه في اي وقت بنطلب حاجه بنلاقيهم معانا. فاحنا الحمد لله احنا بنطور وبنجدد وبنرفع من مستوى الكوادر البشريه بتاعتنا، وبنعمل لهم دورات تدريبيه وبنغير فيهم وبننتقي افضل العناصر، وفي ايفالويشن من قبل اداره النادي كل 6 شهور بنعمله عشان اللي يصلح يستمر، والذي لا يصلح او اللي مش بيطور او بيجدد نفسه بنبتدي نستغنى عنه وندخل عنصر جديد. في اهتمام كبير جدا بفئه الشباب، في اهتمام كبير بالاولد ايدج، ليهم ساعات مخصصه الصبح لوحدهم بمدربين متخصصين. احنا عندنا استمارات على الكاونتر، استمارات استبيان، استمارات استطلاع راي، استمارات عن حالتك الصحيه، بحيث انك انت لو عندك اي حاجه عايز تستفسر عنها تلاقيها. عندنا اكتر من صندوق شكاوي بنستقبل فيه اي ملحوظه، يعني بصفه مستمره احنا معاك، بنتمنى ان انت تكون معانا وتشرفنا. مش هتلاقي اسعارنا، مش هتلاقي الجوده في التعامل، مش هتلاقي الاحترام اللي احنا بنوفره، لان احنا كلنا اعضاء وكلنا اولاد النادي وبنحترم الكيان، وبنحب جدا ان احنا نوصل نكون احسن نادي في مصر هو النادي الاهلي، بناسه باعضائه، باحترامنا وحبنا لنادينا واحترامنا لادارتنا ومبادئنا اللي دايما كابتن بيبلو يقول لنا المبادئ والاخلاق والقيم هي اللي بتحركنا. فان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم، نستقبلكم كل يوم من 6 الصبح ل 12 بالليل
جيم مدينة نصر. وبكده نكون شفنا وأثبتنا إن مفيش علاقة بين الرياضة والسن، بالعكس الرياضة بتساعدنا على إننا نحافظ على سننا، شكلنا ولياقتنا، والرياضة كمان بتخلي شكلنا أصغر وأجمل. وبكده تكون نهاية حلقتنا النهاردة، ونشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي دايركت.